السلام عليكم الحباب، راكم شفتوا لو تيتر يتعلق باغنيه كوماري اللي صرات عليها ضجه في 2017. دونك حنا عاود رجعنا لهذه الاغنيه بسبب تصريحات مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلف، والثاني بسبب تعليقات تاع لي ماروكان. عاود جبت هذيك التصريحات تاع فرقه فناير اللي قالوا ان اغنيه كوماري مغربيه. سراقين عيني عينك لحية لحشمة، لو كان ما يغنوا الجزائري ما يتهنوش. راكم شفتوهم في البرامج كيما ذا فويس، سوا يغني اغنية جزائرية كاملة او استخبار جزائري او موال جزائري. كيما قلت لكم حنا ما عندناش مشكل يغنوا الاغاني تاعنا، المهم يعترفوا باصل الاغنية. انا الحاجة اللي ما فهمتهاش هي ان المغربيين يحشموا بالاغاني تاعهم، فقراء في الفن. نروح نشوفو هذيك التصريحات لفرقة فناير باش اللي ما شافش يشوف، ونزيدو نكملو لا فيديو ان شاء الله. هذه الاغنيه هذه من تاليفي انا اعرب اشرف والفنان مناني خليفه، التوزيع والالحان سي محسن تيزان. طالت الموسيقى القناويه في الاغنيه ديال نقول مالي لانها موسيقى روحيه ودخلت في التراث المغربي، وحاولت ندخل على تقنيات جديده ديال الموسيقى العصريه. والنهار اللي عرفوا ان صاحب الاغنيه جزائري من وهران والاغنيه مسجله بالاسم تاعه جاتهم الخلعه، ولاو يقولوا ان صاحب الاغنيه من اصول مغربيه. والله تجي تفهم مخك يحبس، سيد جزائري وهما يقولوا عليه مغربي. ونشوفوا الكليب، ديجا الكليب متصور في وهران و تاني في الصحراء. بصوت المطرب شريف وزاني كوماري. أكد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أوندا في بيان يوضح فيه من الحقائق المتعلقة بأغنية كوماري، معتبرا أن الأغنية جزائرية مسجلة في الفهرس العالمي لحقوق المؤلف الموجودة في قاعدة البيانات والمعلومات CISAC وتحمل رقم ESWC. رقم الأغنية هو T002800956، والأغنية من كلمات المؤلف شريف الوزاني مولاي الحسن الوهراني، والمصرحة بالديوان بتاريخ 22 نوفمبر في 1992. أما اللحن فهو من التراث الثقافي التقليدي، يعود إلى فولكلور جنوب غرب الجزائر المؤدى من طرف فرقة قرقابو. أغنية كوماري بحيث أداها العديد من الفنانين، منهم الفنانة عائشة البقع ولا البقع، وأيضا فرقة الديوان قاعدة بشار. بالحماية والتي تمتلك الذاكرة في تسجيلها وفي كذا، وهي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وطرحت كثير من يعني أن أغنيات تعرضت للسطو. نعم مؤخرا على ما أظن أغنية لعائشة نبقى على قمرية تعرضت. هي هذه في السطو عندما تعرض ويعني فيها أداها أعتقد مطرب مغربي أو نعم. طبعا شخصيا طرحت الأمر على لوندا على الديوان الوطني لحقوق المؤلف حقوق المشاورة ما الأمر نريد أن توضح. فتبين أن هذه الأغنية الأصلية تم تسجيلها في عام 92 من قبل الفنان المدعو مولاي حسان الشريف الوزاني. نعم هذا سجلت أدتها عائشة لبقع ثم أدتها فرقة فنية أخرى جزائرية. كما قلت لكم أن قماري أغنية جزائرية مسجلة بالفهرس العالمي وتحمل الرقم الظاهر على الشاشة. قماري جزائرية وهي ملك للمطرب الوهراني شريف وزاني. هذا وصرح إسماعيل منغاري المدير العام للمكتب المغاربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن الضجة التي أحدثت بعد نسب إحدى الفرق المغربية للأغنية قمري للتراث المغربي. أن هناك أغنية قمري التي هي جزائرية وتنقلها بعض المنابر المغربية أغنية قمري التي هي جزائرية وتنقلها بعض المنابر المغربية. تزعلوش يا شعب المغرب. ايوه نضحك بس عمالين نضحك.